اهتمامنا بالرياضات الجماعية على مدار السنوات اللي فاتت كان مهمة جدا جدا، لأن هي دايما بتكون من مصادر إسعاد جماهير الرياضة المصرية. كرة السلة المصرية ليها تاريخ وباع كبير جدا من إنجازات على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإفريقي، ودايما كنا بنطمح إن احنا كمان نشوف لينا دور على الصعيد العالمي، لأن بنشوف مكانة مصر حتى عالميا على الخريطة تستحق إن هي تكون متواجدة وبقوة. لما بنتكلم عن السلة المصرية بنحس إن احنا عندنا اتحاد جيد، عندنا لاعبين كويسين، عندنا مدربين جيدين، المنافسة أيضا قوية، فبيبقى التساؤل دايما طب ليه منتخبنا في الفترة الأخيرة نتائجه مش ماشية ولا متطابقة مع المنظومة اللي شايفينها يعني إلى حد كبير مكتملة. أسئلة كتيرة جدا النهاردة، والحوار هيكون بيركز على كل كرة السلة المصرية في ضيافتنا الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو في اللجنة الأولمبية المصرية. سعيدة جدا بوجود حضرتك يا كابتن، منور الدنيا. متشكر جدا على المقدمة النارية. لا والله. ترحيب ممتاز. متشكر جدا وتحت أمركم، واحنا يعني على طول عندنا في الاتحاد احنا بنحب نسمع وجهات النظر عشان نحسن من واعتقد أدائنا. من الجيد ان احنا الساعات اللي بيبقى قاعد بره ده بيبقى قاعد مستريح ومش شايف ايه المشاكل اللي ممكن صحيح. تكون بتواجهكم، فبالتالي لما احنا نقول ليه كذا ونقعد ننظر كده ممكن نقول حضرتك هيكون اكيد عندك اجابات، ولكن هستاذن حضرتك في البدايه نطلع لهذا التقرير ونعود مره ثانيه. أثبت قدرات خاصة على المستوى الإداري ونجح في تقلد العديد من المناصب المحلية والقارية وحتى الدولية، وساهم بشكل كبير في النهوض بمستوى كرة السلة المصرية. محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية وأحد الشخصيات البارزة في مجتمع كرة السلة المصرية، يملك تاريخا كبيرا داخل الملاعب وخارجها وشغل مناصب عدة، لعل أبرزها عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي وعضوية لجنة الشباب ومدير كأس العالم تحت 19 عاما بمصر، بالإضافة إلى شغل عضوية مجلس إدارة اتحاد اللعبة لمدة 4 سنوات ونائبا للرئيس من 2012 وحتى الآن. نجاحات وإنجازات ضيفنا الإدارية لم تأتي من قبل الصدفة، ولكنها كانت امتدادا طبيعيا لنجاحاته التي حققها داخل الملاعب، حيث يملك عبد المطلب سجلا مميزا من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية، أبرزها حظ لقب دورة الألعاب الإفريقية مع المنتخب الأول بجنوب إفريقيا عام 1999 وكابتن المنتخب المتوج بدورة الألعاب العربية في نفس العام، بالإضافة إلى تواجده ضمن تشكيل الفريق القومي الحاصل على لقب دورة الألعاب الإفريقية عام 1995 في زيمبابوي. وسجل عبد المطلب أيضا حضوره في العديد من البطولات مع المنتخب، أبرزها كأس العالم 90 بالأرجنتين و94 بكندا وكأس الأمم الأفريقية أعوام 87 و88 و99 و91 و93 و99، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب عربي عام 95 وأيضا اختياره أفضل لاعب في مصر في مواسم 93 و95 و98. تاريخ كبير مليء بالإنجازات والنجاحات يملكه ضيفنا ومهام ضخمة ملقاة على عاتقه من خلال مناصبه الدولية والمحلية، فهل يكون سببا في عودة كرة السلة المصرية لمنصات التتويج القارية من جديد؟ الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عضو اللجنة الأولمبية المصرية في ضيافتنا النهاردة. خليني كده أبدأ مع حضرتك يا كابتن وقول لي عودة الدوري خريطتها بانت إمتى إزاي قصتها؟ طيب احنا نبتدي ان من لما طلع قرار التوقف 12/3 احنا كانت في مذكره متقدمه لمجلس الاداره، بس طبعا ما تعرضتش على يعني الجمهور او الجهات الرسميه او الحكوميه او الرياضيه ان احنا عايزين عوده النشاط الرياضي قبل بدايه الموسم الجديد. ليه الفكره قبل بدايه الموسم الجديد؟ لان احنا مش هنلعب الموسم الجديد يبقى مش هنلعب استكمال الموسم. فكان القرار موجود في مجلس الاداره ان احنا عايزين نستكمل الموسم اللي فات، احنا فاضل لنا اسابيع معدوده لكل البطولات بالنسبه للرجال او السيدات او الناشئين، وكانت النيه موجوده الى ان قرر الدوله المصريه والحكومه ووزاره الشباب والرياضه ان احنا هنبتدي رجوع تدريجي بدايه من 1/7. ف
فكانت الخطة اوريدي موجودة ان احنا ان شاء الله هنكمل الموسم في النصف الثاني من اغسطس. لجنة المسابقات تقريبا اعدت تصور كامل عن المسابقات، هنلعب امتى، مين هيبتدي، مين هينتهي، وفي خلال ايام هنعلن عن نكمل الموسم ان شاء الله مع وجود كافة الاجراءات الاحترازية والطبية وضمان سلامة وصحة اللاعبين والأجهزة الفنية وكل اللي موجودين. فإن شاء الله نكمل عادي ونخش هنريح ونلعب الموسم الجديد. أكيد هنتابع خلال الأيام زي ما حضرتك بتقول الإصدار بقى الجدول المسابقات من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة وتحديدا لجنة المسابقات. في الفترة الأخيرة وأكيد حضرتك ممكن تكون ملاحظ أنه قيمة التعاقدات مع اللعيبة في السلة أصبحت مرتفعة بعض الشيء، تعليق حضرتك؟ طب الاعداد جايب شويه اسئله يعني بادي ما شاء الله. بصي هي الموضوع عرض وطلب خلاص، و اللعيبه الدوري المصري اخر سنتين تحديدا اظن ان هو من احسن الدوريات موجوده في مصر ويمكن على مستوى المنطقه العربيه في كره السله وممكن في بعض الالعاب الجماعيه كمان. حصلت ثلاث حاجات ساهمت في الكلام دوت. طبعا التركيز الاعلامي اذا كان القنوات التلفزيونيه اللي بتنقل، طبعا سوشيال ميديا، رجوع الاحتراف، السيستم او النظام اللي بتلعب بيه الدوري، كل الكلام ده ساعد. الرعاة ابتدوا يتواجدوا السنه دي مع الاتحاد المصري. والتنافس يمكن احنا اللعبه الوحيده اللي عندنا أربع خمس ست فرق ممكن تنافس إذا كان على مستوى الرجال أو على مستوى السيدات. مع كامل الاحترام طبعا للأهلي والزمالك، إحنا بقى عندنا أو عندنا أوريدي أهلي زمالك وبعدين في اتحاد وفي جزيرة وفي سموحة وفي سبورتنج. ده في الرجال، في السيدات بنلاقي الجزيرة وبنلاقي سموحة وبنلاقي هليوبلس وبنلاقي الصيد، فبقى في تنافس. وانتي الحته دي ساعدت بقى ان كل نادي وكل فريق عايز يكسب، لان الموضوع مش مجرد ما بين ناديين او ثلاثه. طبعا اسكندريه، وجود اسكندريه في المنافسه في اي لعبه بيديها زخم وبيديها قوه وبيديها متابعه وبيديها شعبيه، زي لما كان الاسماعيلي مثلا موجود في الكوره. الدوري بيختلف، فالدوري عندنا مختلف، وبالتالي ابتدى العرض والطلب وكل نادي بيحاول يجيب ابرز النجوم اللي موجوده، فطبعا الطلب زاد، القيمه زادت، الفلوس زادت. طبعا حضرتك شايف ان مع النتائج ومع شكل المنتخب القيمه ديت مستحقه ولا شايف فيها مبالغه من وجهه نظر حضرتك؟ بصراحه وجهه نظري الشخصيه فيها مبالغه، يعني بشوف ارقام. اصل حضرتك عارف ان قصه المبالغه ديت لما حصلت في الكوره، الكوره عندنا في مصر بقى السوق الماركت بايظ يعني. مظبوط مظبوط، فمش عايزين ده يحصل في حته ثانيه. بصي احنا عندنا نقطه وجهه نظري الشخصيه ان احنا لازم نتغلب عليها كالاتحاد. هو خلينا نتكلم من ناحيه اقتصاديه او من ناحيه بيزنس، ان المعروض عشان سن الرعايه اللي عندنا مبدا سن الرعايه ان اللعيبه لغايه 26 ما يقدروش ينتقلوا الا موافقه الانديه، فبقى المعروض من فوق ال 26 لل 32 او 33 او 34 عدد قليل، وبالتالي الطلب زاد عليهم فالقيمه زادت. وجهه نظري الشخصيه ان لازم يتم الغاء موضوع سن الرعايه دوت او الحته دي الحاجز ده. طب مش دي حاجه ممكن انتوا تكونوا بتشتغلوا عليها في لسه تحت الدراسه، ما اقدرش ان اقول انها هتنفذ، لكن لو انا فتحت عرض وطلب لكل اللعيبه بدل ما انا بتنافس على ضم 10 15 لعيب، هيبقى عندي 50 60 لعيب، وبالتالي العرض من اللعيبه هيزيد فالطلب هيقل او القيمه. لو حاجه شحه في السوق بسرعه بيغلى. بالظبط كده، يعني عدد اللعيبه اللي معروضين في سوق الانتقالات قليل، وبالتالي القيمه بتزيد. فانا شايف ان القيمه الى حد يعني في بعض الاحيان مش كلها فيها مبالغه الحقيقه. طيب من وجهه نظر حضرتك اقوى لاعب موجود في الدوري المصري لكره السله، ايه قيمه التعاقد اللي بالنسبه لحضرتك شايف ان المبلغ دوت متماشي مع شكل المنافسه ومع شكل اللعيبه عندنا؟ بصي هو طب خلينا نقول ان اللعيبه الاجانب ابتدوا ياخدوا ارقام لا كبيره شويه، لان الدوري المصري لغايه من سنتين ما كانش محفز ان اللعيبه الاجانب الكويسه يجوا. بعد دخولنا او بعد رعايه الام بي اي لبطوله دوري ابطال افريقيا، بقى في نظره مختلفه وفي لعيبه امريكان عايزين يجوا يلعبوا في مصر. واعتقد ان القيمه هتقل بالنسبه للاجانب،
بالنسبة للمصريين العرض قليل من اللعيبة والطلب بيزيد فالقيمة بتزيد، لكن أنا متخيل إن يعني وجهة نظري الشخصية تاني بالظبط. يعني أنا بسمع أرقام مرعبة الصراحة، أنا بتكلم من واحد لواحد ونص، أنا شايف إن ده مليون، فاهمة منطق، من واحد لواحد ونص مليون ده فير فاليو، قيمة عادلة عادلة ماشية مع اللي هم بيقدموا. طيب أنا لسه حديثي وفي ملفات عايزة أفتحها مع حضرتك، ولكن هستأذن حضرتك نروح لهذا الفصل، وبعد الفصل نواصل مشاهدينا، خليكم معنا. لسه كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله وعضو اللجنه الاولمبيه المصريه في ضيافتنا النهارده، بجد الترحيب مره ثانيه بحضرتك يا كابتن، منور الدنيا. نورك يا طيب. يعني حضرتك بتتكلم عن نقطه مهمه، وهي قصه القيمه اصبحت للعيبه، لبعض اللعيبه فوق سن 26 عاليه جدا، ولكن هل من وجهه نظر حضرتك فنيا كره السله المصريه فقيره مواهب، ولا الدنيا عندنا صحيه وقاعد طالعه؟ لا، هي مش فقيره مواهب، بس احنا او الانديه عندنا مشكله في السليكشن او الانتقاء. أوه. اللي هو ده اهم يعني حاجه، احنا عندنا مشكله في اهم حاجه. بمعنى مش بالمعنى ان هو مفيش انتقاء، لا، انا قصدي ان الانتقاء ممكن يكون احسن من كده وله طرق مختلفه عن كده، بحيث ان احنا تلاقي اللعيبه اللي داخله من فرق الناشئين مؤهله ان هي تكمل باسكت. يعني احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في الاعمار الصغيره، الناشئين ال 10 و11 و12 بيكونوا مميزين جدا، لكن للاسف احنا بنتكلم باسكت اللي هي زي ما بيقولوا لعبه العمالقه، اللي احنا بنتكلم 2 متر وطالع دلوقتي، ده مستوى الاجسام بره، بيوصل 170 175 180، ده ممكن يلعب في مصر لكن هيوصل لمرحله من 18 سنه او درجه اولى مش هيكمل واحد، ومش هينفع يخش في المنتخب، لان انت المنتخب احنا دلوقتي بيسافر هيواجه الناس التانيين دول ازاي. فطبعا الانتقاء لو تم صح من بصوره احسن، مش هقول ان هو غلط، بس بصوره احسن، هيبقى الاختيار كله هيطلع لنا اللعيبه اللي تقدر ترفع المستوى او تزود عدد المواهب في اللعبه اللي انت بتتكلمي عليها بقى. طيب نقطه مهمه جدا، وانا بشوف انه بره في الرياضات الجماعيه المختلفه وحتى في الرياضات الفرديه، افضل مدرب وصاحب اكبر تاريخ هو اللي بيمسك الناشئين والناشئات، لان ده اللي المفروض هيطلع. يعني احنا عندنا كل ما مدرب يكبر يمسكوه في الفريق الاول. احنا المفروض المنظومه الرياضيه تبقى ماشيه بالعكس، انت كل ما يبقى تاريخك اكبر وكل ما امكانياتك التدريبيه اكبر تمسك الناشئين عشان تطلع شباب افضل او يعني احسن. عندنا مشكله في المدربين الناشئين في مصر؟ عندنا لا، ما عندناش مشكله في مدربين الناشئين، بس عندنا مشكله في الانطباع والبرسبشن بتاع الناس ان مدرب الناشئين ده مدرب يعني المفروض يبقى اي كلام، اي كلام، نص نص، ده غلط، ده غلط جدا. واحسن مدرب هو اللي موجود في الدرجه الاولى. نادي الاتحاد السكندري عمل خطوه هايله جريئه قويه جدا، اختيار كابتن عمرو ابو الخير كمشرف على قطاع الناشئين في كره السله. انك انت تطلعي لعيبه من عندك من القاعده بتاعتك. يعني كان مهندس طارق السيد رئيس النادي الاولمبي كان عمل دراسه كده مره، واتكلم معاه قال حاجه لذيذه جدا، قال اللعيب اللي انا بطلعه من عندي في النادي بيكلفني واحد، مقابل لو لعيب اشتريته من بره هيكلفني تسعه بالظبط. فالتكلفه اللي انت بتطلعها لو عملت انتقاء صح وضربته صح وجهزته انه يلعب في الدرجه الاولى اوفر بنسبه 90% من انك انت تشتري. فطبعا مدربين الناشئين ما اقدرش اقول ان عندهم يعني مشكله فظيعه، بس احنا مش مدينهم حقهم. في احد الدول العربيه مدرب كل ما بينزل تحت بياخد مرتب اكتر. فطبعا بس احنا لسه المايند سيت مختلف. يعني بس هو انت هتطلع لعيب صح هتكمل فوق، لكن انت هتاخد فوق اللي مش جاهز او اللي مش طالع لك من تحت صح، خلاص انت بترمي فلوس في الارض يعني. طيب بما ان حضرتك كنت من ضمن صفوف واحد من الانديه المهمه جدا ومخضرمه في تاريخ كره السله المصريه الاتحاد السكندري، منظومه محترمه، وكمان النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت بتؤكد انه مجلس ادارته مش بس مستني ان الجيل ده يحقق انجازات، لا هو عايز يكون في التحام وتواصل ما بين الاجيال لتحقيق الانجازات. تقييم حضرتك للاداء، ومتوقع ان الاتحاد السكندري يفضل مستمر على هذا النهج، وان احنا نشوفه مش موسم واحد لا موسمين على التوالي وثلاثه واربعه؟
بصي خلينا نقول ان انا مش كاتحاد سله، انا مش عايز اتحاد اسكندريه بس، انا عايز القاهره واسكندريه فيها تنافس على طول. تمام، ده نمره واحد. الاتحاد السكندري وجوده وبتاريخه الطويل ومنافسته بجماهيريته وشعبيته اللي موجوده في اسكندريه بتقلب الدنيا. يعني بترجع لنا الدوري شكله حلو، والمنافسه والاهلي والزمالك والجزيره هنا وهناك، الاتحاد وسبورتنج واسكندريه وسموحه في اسكندريه. سبورتنج كان بقاله 5 6 سنين اللي فاتوا كان بياخد الدوري العام. فطبعا وجود اسكندريه هو ده اللي مدي قوه للدوري العام المصري ومدي التنافسيه العاليه ديت. الاتحاد السكندري الفتره اللي فاتت ما كانش عنده، بيطلع ناشئين بس قليلين جدا، وعشان كده اعتقد ان مجلس اداره النادي الاتحاد السكندري حس بالموضوع دوت واوكل المهمه للكابتن عمرو ابو الخير، طلع لي بقى مواهب، طلع لي ناشئين يقدروا يشيلوا لي الفرقه، مع لو هجيب محترف من بره او تدعيم خارجي، بس الاساس بتاعك بيكون من عندك، من ناشئ عندك بيوفر لك، وبيبقى اللاعب ده طموح اكتر. ساعات بحس ان النجوم اللي بيجوا في فلوس كتيره هو بيبقى شغل اكتر من انتماء، وفي الاخر برضو الرياضه لما بيبقى فيها انتماء كده للتيشيرت بتبقى النتائج احسن بكتير. طبعا يعني انت طالع من النادي صح وانتقاء صح ومتمرن صح وجاهز، لا بتعمل فرق كبير جدا، النتائج مختلفه. طب نتكلم شويه عن المنتخب، احنا ايه اللي ناقصنا من وجهه نظر حضرتك فنيا، ولو في نقاط اداريا برضو تكون ناقصانا تقولها لي. بصي فنيا لا محتاجين شغل كتير. طيب هقول لك، احنا افريقيا يعني احنا في افريقيا في 7 دول فازت ببطوله افريقيا قبل كده كره السله، مش مصر بس او مصر وتونس فقط او مصر وتونس وجزائر فقط، لا احنا الغرب الافريقي، نيجيريا، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، دلوقتي الكاميرون طالعه جديد، ونزلي مع انجولا، وبعدين فوق معانا تونس والمغرب، دول قويه جدا بالاضافه لمصر. فاحنا بنتكلم في 7 8 دول فيها تنافس عالي جدا. الدول دي كلها منجم للمواهب اللي بتطلع تلعب في امريكا مدارس او جامعات وبعد كده NBA او بيطلعوا يحترفوا في اوروبا. احنا حاليا ما عندناش غير لاعب واحد محترف في اوروبا، هو عاصم مرعي. كويس، عندنا اولاد مميزين جدا بيطلعوا من منتخبات الناشئين يروحوا يلعبوا سكولرشيبس وكده، سكولرشيبس في المدارس والجامعات، وللاسف مش للاسف يعني اتمنى ان هم بعد ما يخلصوا يبقوا فاهمين السبب اللي هم راحوا يعني يكملوا بقى رياضه، واتمنى ان هم يحترفوا في اوروبا. بس معظم اللعيبه او ما كانش كلهم رجعوا على مصر بالانديه الاصليه بتاعته. فاه بيرفعوا مستوى الدوري المحلي، لكن احنا ما عندناش لعيبه محترفين، دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا الدوري بتاعنا كان لفتره طويله كل سنه بنغير النظام وبنحط محترفين ونشيل محترفين ونرجع محترفين. احنا بقالنا سنتين الدوري الشكل العام ثابت، النظام اتغير بقى قوي جدا وفي تنافسيه لغايه اخر ماتش في الدوري، بنلعب زي امريكا وزي كل دول اوروبا البلاي اوف وبعدين الفاينلز. فترفع مستوى الدوري المحلي، فلازم نكمل على مستوى الدوري المحلي ده ان هو يقبل اساس للعيبه عاليه جدا عشان اقدر احطها في المنتخب، بالاضافه ان انا اتمنى زياده عدد اللعيبه المحترفين اللي موجودين في اوروبا. نمره 3، اعتقد ان احنا كاتحاد عندنا نقطه ضعف وعذر في نفس الوقت، ان احنا ما بنقدرش نوفر معسكرات اعداد مع منتخبات قويه قبل البطولات المهمة، لأن بمنتهى الأمانة لما نيجي نتكلم مع مثلا فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بيتقال لنا طب أنتوا يعني لما أنا هلعب معاك أنت هتضيف لي إيه؟ فطبعا الكلام ده موجود على مستوى منتخبات الناشئين، لأن إحنا على طول موجودين في كأس العالم ولاد أو بنات 17 أو 19، فعشان كده المنتخبات دي بمعنى عناصر بتاخد أمريكا. فأنا أعتقد إن إحنا لازم نكمل في دعم الدوري، استمرار الدوري واستمرار تنافسية الدوري، الست سبع فرق اللي موجودة تفضل تنافس، مش من مصلحتنا ان اي فرقة تتخلف او مستواها يقل شوية. واحد، اتنين، كل ما زاد عدد اللعيبة اللي رايحة امريكا ورجوعهم للاحتراف في اوروبا مش رجوعهم للدوري المصري، ده هيديني منظومة للدوري داخلي قوي ومحترفين مميزين بيلعبوا في دوريات اوروبا. اعتقد ان المحصلة النهائية ان انا اوصل لمنتخب يقدر يعمل حاجه على المستوى الافريقي والدولي. طيب ايه اللي بيرجعهم مصر يا كابتن؟ يعني دي بتبقى ارادتهم كلهم؟ اصل اعتقد اي حد بتتابعهم في كل الرياضات، اللعيبه لما بتسافر بره بتكمل مشوارها بعد التعليم.
عندنا مشكلة مع الولاد المنتاليتي بتاعتهم ان هم ما بيحبوش الغربة وبيتعرض عليهم دي واحد فلا انا عايز ارجع. بيتعرض عليهم النادي بتاعهم وبيتعرض عليهم ارقام يعني عاصم مرعي اللي ياخد تاريخ عاصم مرعي اول نادي احترف فيه بكام النهارده ما شاء الله الله اكبر النهارده بكام. فعاصم كان ابعد نظر من بقيه اللعيبه بيبص بطريقه مختلفه بص بالنهايه بقى 3 4 سنين من لعبه في اوروبا المرتب بتاعه او العقد بتاعه عامل ازاي. انت بتلعب في اوروبا مستواك بيطلع وبتاخد فلوس انت هنا ممكن تيجي تاخد فلوس سنه بس اكيد المستوى بتاعك ومردود على المنتخب الوطني مش هو لو انت بتلعب في اوروبا. فعندنا مشكله في اللعيبه اللي بتطلع ان هي ما ترجعوش مصر. انا يعني لو سمحتوا ما ترجعوش روحوا العبوا في اوروبا شوف اي نادي روحوا العبوا فيه او اي دوري قوي كملوا هناك هيبقى الاضافه على الاقل جرب يعني مش متستسهلش بالظبط كده. طب شايف حد كابتن عاصم هو افضل محترف في تاريخ مصر في كره السله؟ عاصم وقبليه سمير جوده. سمير طبعا لعب في دوريات قويه جدا لعب في اليونان ولعب في روسيا وكان مرشح ان هو يلعب ان بي اي. سمير حاجه الناس بس للاسف ما شافتش سمير كتير وهو بيلعب وبعدين هو سمير ملوش في السوشيال ميديا خالص فالناس مش متابعه هذا النجم العملاق اللي الناس ما شافتهوش. حاليا احنا عندنا بس عبد الرحمن نادر مصري بيلعب في الان بي اي بيلعب في اوكلاهوما ثاندر هو مواليد مصر اسكندريه وفي تواصل معاه من الاتحاد المصري ولجنه المنتخبات ان هو يكون موجود معانا الفتره الجايه لتمثيل مصر وان شاء الله يكون موجود وهو في دماغه حاجات كتير بنحاول نتواصل معاه ان احنا نقدر نشوف هو هيضيف لنا ايه لان وجوده في الان بي اي لا بتنقل تجارب وخبرات مختلفه تماما. طيب حضرتك بتتكلم عن مشاكل اداريه وفنيه بس في نقطه مهمه جدا وبنشوفها في السله ليه المدرب بيبقى ليه فتره ويمشي مدرب كده تحس بقطع بيجي في وقت وبعدين يجمع بين النادي وبين المنتخب. كابتن احمد مرعي مثلا دلوقتي مع النادي الاسكندري ومع المنتخب وقبل كتير اكيد يعني بس ايه الفكره؟ بصي هو حته المدربين اللي بالقطعه دي فيها نظريات في نظريه بتقول ان المدرب زي اللاعب ان هو يفضل قاعد بدون ما يشتغل تدريب او كوتشنج اداره مباريات وان هو يجي فتره واحده او فترتين طول السنه بتاثر على مستواه كمدرب وبالتالي حتى موجود الكلام ده ابتدوا الناس ان هم بياخدوا مدربين الانديه ان هو يجي يشتغل مع المنتخب فتره تجمع المنتخب ودي وجهه نظر. في وجهه نظر تانية لا انا عايز المدير الفني او مدرب المنتخب موجود طوال فتره وقت ما احب اجيبه يتواجد ويبقى متابع اللعيبه ومتابع الاحصائيات ومتابع التمارين وبيجتمع مع الانديه وبيناقشوا الخطط الاعداد والكلام ده. فهي هنا في وجهه نظر وهنا في وجهه حضرتك نظر. حضرتك مع انهي وجهه نظر شايفها تبقى انجح مع كره السله المصريه؟ انا بصي لغايه التغيير الجديد بتاع الويندوز بتاع الاتحاد الدولي ان احنا بنلعب في نوفمبر فبراير يونيو انا كنت مع نظريه ان احنا لازم المدرب مش لازم يفضل يكون المدرب شغال لان انا بجمع المنتخب فقط في فتره الصيف فتره 3 شهور. لكن دلوقتي على الفترات التوقفات المتكرره المتقاربه دي اعتقد ان احنا لازم يكون في مدرب متفرغ. تمام هطلع لفاصل الاخير وبعد كده ارجع لحضرتك مره ثانيه خليكم معانا. يوما بعد الآخر يتضاعف لغز النتائج الدولية لكرة السلة المصرية فبالرغم من تواجد مسابقة محلية قوية وقد تكون استثنائية لأن المنافسة فيها لا تنحصر بين الأهلي والزمالك فقط في ظل تواجد الجزيرة والاتحاد السكندري المنافسان بقوة على البطولات المحلية إلا أن الإخفاقات المتتالية لمنتخب السلة تؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين المسابقات المحلية والدولية وتزيد الجدل حول النتائج السلبية رغم الإمكانيات الفنية المتميزة من اللاعبين والمدربين. أكثر من مشهد كشف معاناة منتخبنا القومي لكرة السلة
إلا أن السقوط في البطولة الأفريقية الأفريكان بالدور الثمن النهائي بعد الخسارة أمام منتخب تشاد الغير مصنف، وذلك لأول مرة في التاريخ بعد الهزيمة بنتيجة 98-95، كشف العوار، خاصة أنها الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب تونس في دور المجموعات، رغم أن المنافس خاض المباراة بلاعبين تحت 23 سنة لانشغال المنتخب الأول بالاستعداد لنهائيات كأس العالم. وداع الأفريكان جاء استمرارا لمسلسل النتائج السلبية التي تعيش فيها اللعبة، حيث خرج المنتخب من تصفيات كأس العالم على يد الكاميرون، ثم خسر من كينيا في تصفيات المنطقة الخامسة بفارق 20 نقطة والتأهل بالوايت كارد لأول مرة في تاريخ مصر. التفسيرات عديدة والاتهامات متبادلة، ويظل المتهم الحقيقي لغياب سلة الفراعنة عن العالمية غامض حتى الآن. فهل سيتم حل هذا اللغز قريبا، أم سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة لكرة السلة المصرية؟ هل سيتم حل اللغز قريبا؟ هل حضرتك شايف لغز، ولا بالكلام اللي احنا اتكلمنا فيه موضوع بالنسبة لك واضح؟ الأفريكان أول مرة تلعب البطولة ديت بعد النظام الجديد للاتحاد الدولي، والنتيجة ما كانتش يعني كانت محبطة طبعا للناس كلها والمنتخب نفسه والجهاز الفني واللعيبة، بس كان لها أسبابها وليها ظروفها. ما كانش فيه أعداد جيد الحقيقة، دي واحد. اتنين، في لعيبة كتيرة ما كانتش موجودة، الاعتذارات وإصابات والكلام دوت، فالمنتخب ما كانش في أحسن حالاته. لكن في النهاية هي نتيجة سلبية مش كويسة، تحسب علينا أكيد، إحنا كاتحاد الأول قبل أي حد. لكن يعني الحاجة اللي تشفع علينا إن يعني البطولة كانت جهزنا فيها أو شفنا فيها أولاد لسه صغيرين بوتنشل ممكن يكملوا ويكبروا، بالإضافة إنها كانت مش مؤهلة لأي حاجة. فدرس الحقيقة، وما أعتقدش إن الموضوع ده هيتكرر تاني في البطولات الجاية. أكيد هيبقى ليها رؤية أو خطة من قبل اللي شارك فيها، إن أنا أروح بس مجرد إن أنا أشترك. وده يمكن من الدروس اللي احنا طلعنا بيه في مجلس الإدارة، إن احنا البطولات دي هنتعامل معاها بطريقة مختلفة شوية. ما تبقاش يعني بصين لها من بره إن هي سهلة أو في المتنام. هي ممكن ما تبقاش سهلة، وممكن تبقى خطوة مهمة جدا لإعداد الصف التاني للمنتخب بتاعك، لأن احنا ما بنلاقيلهمش فرصة إن هم يلعبوا بطولة على مستوى قوي. مع احترامي لكافة الدول، تشاد والدول اللي كسبتنا دي، أنا مش فاكر أساميها الصراحة، لكن احنا ما نستاهلش النتائج دي. ممكن نشوف لعيبه في منتخب مصر بيرفضوا الانضمام للمنتخب ولا لا؟ ما عندناش النماذج دي. كان زمان لكن الفتره اللي فاتت لا، الحقيقه ما حدش بيعتذر الا لو لاصابه، لان هم الولاد ابتدوا يفهموا ويكتشفوا او يقروا ان وجودك في المنتخب بيرفع قيمتك وأسهمك ومستواك، والناس بتشوفك والناس بتعرفك، الايجنتس بيعرفوك، الفرق بتتفرج عليك، وانت مع المنتخب بتجهز يعني بيعلي مستواه. فلا، الفتره اللي فاتت ما كانش فيها اعتذارات على المنتخب. طيب هل شكل المنافسه، واحنا بنتكلم ان ده من اقوى الدوريات للرياضات الجماعيه واللي فيها انديه كتير بتتنافس، هل حضرتك حاسس ان احنا تقييمنا لقوه المنافسه في الدوري المصري لكره السله خادع بعض الشيء، لما بنطلع بره بنلاقي ان ممكن في دول تانية في الوطن العربي وفي افريقيا لما بتواجه معاهم ان احنا تقييمنا للبطولة مش من الزاوية الصح؟ بصي، لا هو مش خادع، لكن الفكرة ان انت او احنا بنلاعب منتخبات بيبقى معاها لعيبة محترفة كتير، اللي هي النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها. طبعا لازم افضل ابني على الدوري اللي انا فيه دوت، ان انا افضل مكمل 4-5-6 سنين لغاية ما الدوري تدريجيا المستوى يطلع، ان هو يفرز عناصر تقدر تنافس اللعيبة المحترفة اللي بينضموا للمنتخبات من بره. يعني متخيل، لا مش خادع، لكن عدم وجود المحترفين ما أثر علينا. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ولازم برضو أشيد بنتائج 3-3 في الفترة الأخيرة. الحمد لله. لا طبعا في شغل كبير بيحصل، وإن شاء الله نشوف نفس الأداء دوت على صعيد المنتخبات الأولى سيدات ورجال. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. يا كابتن محمد، نورت الدنيا. كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية كانت ضيافتنا النهاردة، وبشكر حضراتكم جزيلا، وبإذن الله نلتقي مع حضراتكم على ألف خير.